أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم البدء في التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير الأربعاء المقبل تنفيذا لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنبدأ إن شاء الله التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير اعتبارا من يوم الأربعاء القادم يوم 16/10. هيبدأ أول تشغيل تجريبي للقاعات، القاعة الرئيسية الموجودة في المتحف المصري الكبير إن شاء الله هيبدأ التشغيل التجريبي، وده هنبدأ تدريجيا في التشغيل التجريبي لبعض أجزاء المتحف على أساس إن شاء الله أملا يكون هناك الافتتاح الرسمي الكبير لهذا المشروع اللي اكتمل وبالحق هيكون هدية مصر للعالم كله في صورة إن ده أكبر متحف على مستوى العالم كله.